باش تحضر ديما المباراة اللي بعدها يلزمك تكون في امبيونس باهية سورتو في لي فيكتوار دونك الحمد لله قاعدين ونشيل لي فيكتوار ان شاء الله نقعدوا معناها في التركيز هذايا واكثر سورتو الجمعة هذه اللي باش نحضروا ماتش بالنسبة لنا احنا ديسيزيف ضد 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 السمالك معناها يلزمنا نقوموا بريكسيون هذا 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 شيء واضح ان شاء الله ربي معنا ونكملوا معناها ماتش مش سهل تعرف اللي اليوم حمل انفو تعدى فترة طيبة عملت نيول مع الكلوب معناها ماتش كبير دونك نعرفوا اللي حمل انفو شكون في نهار باهي دونك الحمد لله بالنسبة لنا احنا حبينا ونونشينا مع ماهر بالصغير تعرف عمل 20 مينوت باهين مع بنزرت مالوريزمون وضعية التيران خليته يضرب في الشوفي قبل في التسخينات قبل المباراة عوضوا المزياني اللي ما قصرش عمل مباراة محترمة محترمة جدا كيف كيف عطينا تونجو المزيان اللي باش يبدا ان شاء الله عنده شوية معناها كرة في ساقيه قبل ماتش الزمالك هذوما الكل اللي كنا كيما قلت لك نحضروا فيهم سويتا دي بليسور قدم عندهم جاونا دونك الحمد لله بالنسبة لنا احنا اهم شيء كيما قلت انت من الاول نحضروا الماتش اللي جاي في امبيونس باهية وفي امبيونس نتاع